متحدية إعاقتها مبهرة الجميع برسماتها الجميلة المعجزة المهرية فاطمة عبد الخالق صانون، فتاة المحافظة المهرة تعاني من شلل كلي يمنعها من الحركة، إلا أن هذا لم يمنعها من الإبداع، فهي تمتلك موهبة خارقة في الرسم بأنامل قدميها. هذه فاطمة معاقة، تعاني من الإعاقة كلية، ولكن بإرادتها تستطيع أن ترسم بأنامل قدميها لتبهر العالم بهذا الأبداع النادر. نالت استحسان الجميع بإبداعاتها الجميلة التي عبرت عما في داخلها بخلال رسمها بأقدامها، لتبهر الجميع بهذه الموهبة الرائعة الخارقة للعادة. لذلك تفاعل معها كافة شرائح المجتمع في محافظة المارة، ولقيت العديد من الدعم والتشجيع لها لتتطور أكثر. لاقت صانون إعجاب واهتمام الكثيرين من كافة شرائح المجتمع، حيث قامت جمعية المعاقين حركيا في المهرة بافتتاح معرض خاص بفاطمة يعرض جميع رسماتها التي أبهرت كل من دخل هذا المعرض. تم اليوم افتتاح بحضور السلطة المحلية والشخصيات والشيوخ من أبناء محافظة المهرة، وحضور مهيب جدا، وتم تكريم المبدعة فاطمة صانون من قبل الجمعية والسلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني في المحافظة. هناك من يؤمن بعجزه رغم قدراته، وهناك من تؤمن بقدراتها رغم عجزها وإعاقتها. فاطمة عبد الخالق تمتلك روحا عالية وطموحة، صانون أثبتت أن الإبداع والنجاح لا يعيقهما أي شيء، إنما يحتاج إلى ثقتك بقدراتك وبذل أقصى جهودك. فاطمة بحاجة إلى مزيد من الدعم والتشجيع، فمثل هذه المواهب يجب تنميتها والمحافظة عليها.